بعد يوم. على مدار 40 عاماً تثبت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة أنها المورد الأجدر بالثقة لحلول الخرسانة. وقد قمنا على مدار هذه السنين بتنفيذ مجموعة من المشروعات المرموقة داخل المملكة العربية السعودية للقطاعين العام والخاص. مجموعة الحقيط شركة مرموقة متعددة التوجهات، تعمل لتشييد برج الحقيط في موقع استراتيجي على كورنيش الخبر، حيث سيكون برج الحقيط درة فريدة من نوعها في قلب مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. وإضافة إلى إنجازاتها، قامت السعودية للخرسانة بتوريد خرسانة ذات ديمومة عالية لقاعدة برج الحقيط، حيث استخدمت خلطة خرسانية خاصة لتحقيق هذه الديمومة، حيث تم استخدام GGBFS أو ما يسمى بخبث الحديد، وهي مادة إسمنتية تضاف إلى الخرسانة، حيث يتم إبدالها مكان الإسمنت البورتلندي بنسبة تصل إلى 70%. وقد قمنا بذلك لتحسين الديمومة وزيادة قوة تحمل الضغط والحد من النفاذية وخفض الحرارة الداخلية في الكتلة الخرسانية. لقد تطلبت قاعدة برج الحقيط 20,000 متر مكعب من الخرسانة المخلوطة بخبث الحديد، وفي المرحلة الأولى تم صب 7,000 متر مكعب دفعة واحدة بشكل مستمر. ولتوفير هذا القدر الهائل من الخرسانة الخاصة في صبة واحدة، استخدمت السعودية للخرسانة 4 مصانع مع 9 خلاطات مركزية ضخمة، و8 مضخات متنقلة، وأكثر من 100 شاحنة خلط. هذا الأداء المتسق جعل المشروع أكبر صبة للخرسانة الصديقة للبيئة في المنطقة تم إنجازها دفعة واحدة. إن عزمنا على تصدر مجال الجودة في صناعة الخرسانة هو ما يدفعنا إلى العمل في ظل النظام الأكثر صرامة لمراقبة الجودة، وقد استطعنا من خلال هذا النظام أن نجعل من السعودية للخرسانة اسما مرادفا للجودة. السعودية للخرسانة الجاهزة، دعم مستمر لبناء مستقر.